التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وتطرق اللقاء إلى المستجدات المحلية وجهود المملكة السعودية لإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، كما استعرض اللقاء مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي المطلوب لتعزيز هذه الإصلاحات وتخفيف وطأة الحرب والهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب. وأكد العليم موقف المجلس والحكومة الداعم لسلام عادل ومستدام. وفي سياق تمكين القوات المسلحة لمجابهة الأخطار المحدقة، افتتح اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، افتتح ومعه وزير الدفاع الفريق الدعيري مقر الأكاديمية العسكرية العليا إذانا بتدشين سير العملية التعليمية فيها، لتمثل بذلك خطوة أساسية نحو بناء مؤسسة عسكرية قوية ومؤهلة. حدث عسكري مهم في تاريخ المرحلة الراهنة التي تواجهها بلادنا، حيث أنه في صباحية عسكرية بالعاصمة عدن وفي استقبال رسمي اتجه اللواء عيدروس الزبيدي ليسدل الستار عن افتتاح مقر الأكاديمية العسكرية العليا إذانا بتدشين سير العملية التعليمية فيها، لتمثل بذلك خطوة أولى نحو إعادة الحياة للأكاديمية وتأهيل القيادات العسكرية الذين يقع على عاتقهم بناء وتطوير القوات المسلحة بصنوفها الثلاثة، قوات برية وقوات بحرية ودفاع جوي، على المستويات التكتيكية والاستراتيجية والتعبوية. اللواء الزبيدي وبمعية وزير دفاع الفريق محسن الداعري قام بجولة في أرجاء المقر والاطلاع على ما يحتويه المقر من أقسام وقاعات دراسية، إلى جانب تفاصيل المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية التي تقدم للضباط الدارسين، قبل أن يترأس اللواء الزبيدي بعدها اجتماعا لقيادة وزارة الدفاع ورؤساء دوائر الوزارة والضباط الدارسين. مستهل الاجتماع استغله اللواء الزبيدي لتأكيد دعمه الكامل لوزارة الدفاع بقيادة الفريق الداعري، وليعلن بعدها بأن كل القوات التي تم تشكيلها منذ انطلاق عاصفة الحزم وحتى اليوم سيكونون تحت إمرة وزير الدفاع في أي معركة عسكرية سيخوضها، لينتقل بعدها إلى التصعيد الحوثي وتهديداتهم المستمرة لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن ومخاطر ذلك على الأمن الغذائي والقومي لبلادنا، ويجدد حينها وقوف القوات المسلحة مع المجتمع الدولي في حماية خطوط الملاحة البحرية. اليوم هي مرحلة مفصلية تتطلب تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، وما هذا الصرح الأكاديمي العظيم إلا خطوة أساسية نحو بناء مؤسسة عسكرية قوية ومؤهلة تكون صمام أمان الشعب والوطن. نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الأنباء المتداولة التي تحدثت عن مشاركة حكومة عدن في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات من قبل الميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني. وأوضح المصدر أن دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة، مؤكدا أهمية دعم قدرات الحكومة في عدن وأجهزتها المعنية بحماية المياه الإقليمية لردع التهديدات الحوثية واحتواء تداعياتها على حرية الملاحة الدولية والأوضاع الإنسانية في اليمن والسلم والأمن الدوليين. ونقل المصدر تحذيرات حكومة عدن للحوثيين من مغبة مغامرتهم الطائشة بالمصالح الوطنية ومخاطر عسكرة المياه الإقليمية اليمنية وتحويلها إلى مسرح لصراع دولي أوسع. وفي السياق، قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن الولايات المتحدة حذرت الحوثيين من أن خطة السلام التي تم التفاوض عليها مع السعودية ستفشل إذا استمرت الهجمات على السفن. وأضافت الصحيفة أن خطة السلام في اليمن التي سلمتها السعودية للمبعوث الأممي غرونبرغ تم إخفاء تفاصيلها. وبحسب الصحيفة فإن واشنطن والرياض حريصتان على حل سياسي في اليمن يرضي الأطراف الرئيسية بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلى أن هناك ضغوط في الكونغرس الأمريكي لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، لافتة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيعطل بدء المرحلة الأولى من خطة السلام المكونة من 3 مراحل، ويمنع حصولهم على الرواتب التي يطالبون بها وإنهاء أي خطط لافتتاح موانئ أو مطارات في مناطق سيطرتهم.